نصب عليكم مشاهدينا اليوم من مؤتمر الشباب العربي الدولي، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بين أكثر من 100 مشترك ومشتركة. خليكم معنا مشاهدينا بهذا التقرير، صباحكم سعيد. شكرا جزيلا على تشريفكم إلنا، وإحنا سعداء بوجودكم ونقدر وجودكم عندنا في الأردن بالرغم من كل الأحداث المحيطة فينا. اليوم مشاركين في مؤتمر الشباب العرب 37 ومسرورين بهالمشاركة، ونسعى دائما حق هالمشاركة لأن احنا سنويا نشارك في دي المؤتمر لما لا من أهمية ولما لا من أهداف تساعد شبابنا على التطور. المشاركة في فعاليات المؤتمر اللي راح تكون على مدار 7 أيام، طبعا احنا يعني راح نكون فيها نعطي صورة جميلة عن فلسطين، عن فلسطين الأرض والإنسان والثقافة. طبعا الفعاليات اللي احنا مشاركين فيها راح تكون من خلال ورشات العمل اللي راح تعقد في الدراما والموسيقى وغيرها من أنشطة. راح نكون في جلسات حوارية عن مواضيع اللي هي تحمل شعار المؤتمر عن التنمية المستدامة. هذا المؤتمر رقم 37، الكويت ما يقارب أكثر من 20 مرة شاركت في هذا المؤتمر. طبعا هو مركز ثقافي يهتم بالمواهب على مستوى الدول العربية، هو في البدايات ابتدى في الدول العربية، اليوم نشوف أنها هي من المؤتمرات الدولية. احنا كوفد دولة الكويت نحرص من خلال وزارة التربية أن نشارك في الموهوبين اللي عندنا من البنين والبنات. هالسنة احنا شاركنا في 2 من بناتنا الموهوبات في على مستوى التمثيل والفنون الجميلة. أنا تمارا المشاقبة من محافظة المفرق، شاركت بمؤتمر شباب العرب، هاي أول مرة أشارك فيها وموهبتي كانت التمثيل. بدأ المؤتمر الشباب العرب الدولي 37 بجلسته الافتتاحية اليوم التي يعقد تحت رعاية جلالة الملكة نور الحسين المعظمة بمشاركة 12 دولة من عربية وأجنبية، وشعار المؤتمر لهذا العام هو مشاركة الشباب في تحقيق العدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة. طبعا مثل ما حكينا ب 12 دولة وتقريبا 100 طالب وطالبة مشاركين في هذا المؤتمر، ورح يكون المؤتمر على مدى 7 أيام، رح يكون فيه زيارات سياحية وثقافية متنوعة، منها البتراء، مدينة الحسين للشباب، فرسان الأمن العام.